بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح مادة الأنجلو أمريكان رول سنة أولى حقوق إنجليش، وهنتكلم النهاردة عن شابتر 3 Judicial System in USA، النظام القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية، from page 58 to page 63 in the book. هنتكلم أولا عن الفيدرال كورتس، المحاكم الفيدرالية. According to the federal constitution, the judicial power of the United States is vested in one supreme court and in such inferior courts. The U.S. Supreme Court enjoys two kinds of jurisdiction. Original jurisdiction is a court of first instance and the appellate jurisdiction is a court of last resort in federal matters. The exclusive original jurisdiction of the U.S. Supreme Court is provided only with respect to controversies between two or more states and action against ambassadors or other public ministers of foreign states. طيب معناه ايه الكلام ده؟ دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية في 50 ولاية، وبيوجد نظامين داخل دولة واحدة. فالنظام الأول عندنا الدستور الفيدرالي، أنشأ الكونجرس اللي بيسن القوانين الفيدرالية وبينشئ المحاكم الفيدرالية الخاصة بال50 ولاية كلهم. ومن جهة ثانية، كل ولاية من الولايات الخمسين ليها دستورها وقوانينها، ولكل ولاية حرية تبني أي شكل للقضاء وإنشاء أي عدد من المحاكم وتسمية تلك المحاكم كما تريد. هنتكلم أولا عن القضاء الفيدرالي أو المحاكم الفيدرالية. هنلاقيها بتتكون من 3 أنواع أو مستويات من المحاكم: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم المقاطعات. هنشرح أولا إيه هي المحكمة العليا اللي أنشأها الدستور. هنلاقي ليها اختصاصين: الأول كونها محكمة أول درجة بتنظر في بعض القضايا لأول مرة، حيث ترفع إليها الدعوى مباشرة، مثل القضايا التي تقع من أو ضد السفراء والوزراء، أو القضايا التي تقع بين ولاية أو أكثر. الاختصاص الثاني ليها إنها محكمة استئنافية بيتم الطعن أمامها في الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى باعتبارها أعلى محكمة في البلاد. وبعد كده عندنا المحاكم الفيدرالية الأدنى اللي أنشأها الكونجرس. Inferior federal courts are created by statute. The federal courts are courts of general jurisdiction irrespective of whether the case concerns a civil, criminal, commercial or other matter. المحاكم الفيدرالية الأدنى اللي أنشأها الكونجرس هنلاقيها ذات اختصاص عام بتنظر في القضايا المدنية والتجارية والجنائية وكل القضايا اللي بتعرض أمامها. هنبدأ الأول بشرح محاكم الفيدرالية الأدنى، منها محاكم المقاطعات ومحاكم الاستئناف. هنبدأ بشرح محاكم المقاطعات. The federal courts consist in the first instance of U.S. district courts, which exist in every state. In the more populous states, there may be several U.S. district courts. As a rule, several judges belong to each district. However, cases are tried before a single judge. المحاكم الفيدرالية، محاكم المقاطعات، هنلاقيها إن هي دي محاكم أول درجة. طب يعني إيه المقاطعة الأول؟ المقاطعة دي عبارة عن تقسيم إداري للولاية نفسها، فالولاية الواحدة بتنقسم إلى عدة مقاطعات. فمحاكم المقاطعات دي هنلاقيها إن هي محاكم أول درجة بترفع إليها الدعوى أولا، وبتوجد هذه المحاكم في كل ولاية، ومع النمو السكاني أدى إلى وجود العديد من محاكم المقاطعات في الولاية الواحدة، وبتتشكل هذه المحاكم من قاضي واحد. طيب الأحكام الصادرة من محاكم المقاطعات دي هنطعن عليها فين؟ هنطعن عليها أمام محاكم الاستئناف الفيدرالية. The U.S. Court of Appeals. An appeal from a decision of a district court is heard by a U.S. Court of Appeals, which has jurisdiction over several states and their U.S. district court. Three judges normally participate in proceeding before Court of Appeals. يبقى احنا قلنا ان المحاكم المقاطعات district courts الأحكام الصادرة منها هنطعن عليها أمام محاكم الاستئناف الفيدرالية. يبقى احنا كده عندنا 3 أنواع من المحاكم: المحكمة العليا واتكلمنا عنها، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم المقاطعات. طيب بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم المقاطعات هنطعن عليها أمام محاكم الاستئناف الفيدرالية. وهذه المحاكم، المحاكم الاستئناف، بيطلق عليها محاكم الدائرة، وعندنا 13 محكمة استئناف بتغطي كل واحدة منها عدة ولايات، وبتتشكل محاكم الاستئناف من 3 قضاة.
هنتكلم عن اختصاص المحكمة العليا كونها محكمة استئنافية بيتم الطعن أمامها في الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى The US Supreme Court is the final appellate court. A right of appeal to the Supreme Court exists only in few cases. As a rule, the court allows review by granting the party petition for the writ of certiorari. The court's decision on application for appeal or certiorari is usually rendered per curiam. The decision on the merits, in contrast, takes the form of one of an opinion issued by one of the judges voting with the majority. Other members of the majority either join in this opinion or, in the case of differences with respect to reasons for the decision, they may issue concurring opinion. Judges who disagree with the result reached by the majority may issue dissenting opinion. طيب الكلام ده معناه ايه؟ ان اختصاص المحكمة العليا كونها محكمة استئنافية بيتم الطعن امامها في الاحكام الصادرة من المحاكم الادنى كقاعدة بتسمح المحكمة العليا بمراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى بوسيلة اسمها الأمر القضائي من محكمة أعلى إلى محكمة أدنى (Writ of Certiorari). لذلك يمكن لأي شخص أن يقدم طلب إلى المحكمة العليا بمراجعة حكم محكمة دنيا. طب نركز في الجزء ده، بنقول إن المحكمة هنا بتنظر القضية على مرحلتين. المرحلة الأولى قبول أو رفض طلب الطعن من الناحية الشكلية، وبيكون قرارها أو حكمها في هذه المرحلة بالإجماع. المرحلة التانية بقى إذا قبلت طلب الطعن بتبدأ تنظر في موضوع القضية نفسها وسماع المرافعات، وقرار المحكمة أو حكمها بالنسبة لموضوع القضية بيصدر بالأغلبية، ولكن يمكن أن تكون أسباب الحكم مختلفة بالنسبة للأغلبية، إن كل قاضي ليه أسباب حكم مختلفة بالنسبة للقاضي الآخر. في هذه الحالة بيصدر رأي توافقي اسمه concurring opinion. بالنسبة للأقلية اللي رفضت الحكم الصادر من الأغلبية بتصدر رأيها وأسبابه، ده بنسميه dissenting opinion. طيب في حالة عدم وجود أغلبية in case that is no majority, the result reached by the lower court will not be disturbed. في حالة عدم وجود أغلبية تقول تصدر الحكم بتاعها، هيكون حكم المحكمة الدنيا اللي تم الطعن فيه ساريا. طيب في حالة وجود الأغلبية بقى in case that there is when there is a majority, the court will affirm or reverse the lower court's decision. في حالة وجود أغلبية، في الحالة دي حكم المحكمة يا إما هيكون بتأييد الحكم المطعون فيه. ايه هو الحكم المطعون فيه؟ اللي هو حكم المحكمة الدنيا، او بإلغاء حكم المحكمة الدنيا، وبالتالي دعوة المحكمة الأدنى الى اجراءات محاكمة جديدة. بجانب المحاكم الفيدرالية اللي ليها اختصاص عام، بيوجد محاكم متخصصة لنظر أنواع معينة من القضايا. In addition to the federal courts of general jurisdiction, there exists a number of more specialized judicial courts on the same level with the court of appeals. There exists the Court of Claims and the Court of Customs and Patent Appeals. في بجانب المحاكم الفيدرالية في محاكم خاصة ليها بتنظر أنواع معينة من القضايا، زي محاكم الجمارك اللي بتنظر في القضايا الجمركية، ومحاكم براءة الاختراع، وهذه المحاكم لها نفس درجة محاكم الاستئناف. طب عايزين نتكلم على ازاي بيتم اختيار القضاة الفيدراليين. How to select the federal judges. Federal judges are appointed for life by the president with the advice and consent of the Senate and can be removed from office only by means of impeachment procedure. This is in contrast to the practice followed in the states in many of which judges are still elected. دلوقتي عندنا ازاي بيتم اختيار القضاة الفيدراليين. بيتم تعيينهم عن طريق رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ، وبيكون تعيينهم لمدى الحياة، ولا يمكن عزلهم من مناصبهم إلا من خلال اتهام الكونجرس لهم بالتقصير أو الإدانة.
وهذا على عكس المعمول به في الولايات، ده على عكس اللي المعمول به في الولايات نفسها، حيث يتم انتخاب القضاة في الولايات. بعد كده هنتكلم عن محاكم الولايات، Courts of Individual States. All of states have a complete judicial system which consists of three levels of courts. In many states, in some states only of two. Designation of these courts is often confusing. Courts of first instance are usually called district court, superior court, and in Pennsylvania, court of common pleas, and in New York, supreme court. They are courts of general jurisdiction with the exception that some state exists special courts of first instance, the family and domestic relations and courts and probate courts. لما نيجي نتكلم عن تنظيم قضاء الولايات هنلاقيه ملهوش ملامح واضحة زي القضاء الفيدرالي، وده بيرجع إلى أن لكل ولاية حرية تبني أي شكل تنظيمي تختاره وإنشاء أي عدد من المحاكم وتسمية تلك المحاكم كما تريد، بل وتحديد اختصاص كل محكمة كما ترى، على أنه يمكن تقسيم محاكم الولايات إلى 3 أنواع في العديد من الولايات ونوعين فقط في بعض الولايات. فهنلاقي في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحاكم العليا. يبقى احنا هنقسم محاكم الولايات ل3 أنواع، محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحاكم العليا. طيب هنتكلم عن محاكم الدرجة الأولى. محاكم الدرجة الأولى دي بيطلق عليها أسماء متعددة بتختلف من ولاية إلى أخرى، فنلاقيها أحيانا بتطلق عليها محكمة المقاطعة أو محاكم الدائرة أو المحاكم الكبرى، وفي ولاية بنسلفانيا بيطلق عليها محاكم الطلبات العامة، وفي ولاية نيويورك بيطلق على محكمة أول درجة المحكمة العليا، وده طبعا شيء غريب لأن دي محكمة أول درجة، ولكن هنلاقيها في ولاية نيويورك بيطلق عليها المحكمة العليا. طيب وفي محاكم الدرجة الأولى ليها اختصاص عام، هنلاقي إن محاكم الدرجة الأولى ليها اختصاص عام للنظر القضايا المدنية والجنائية التي لا تدخل في اختصاصات محاكم خاصة. طيب هي محاكم الدرجة الأولى دي فيها محاكم خاصة؟ اه فيها محاكم خاصة بتنظر نوع معين من المنازعات زي محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الخاصة بالإرث والوصايا. هنلاقي بعد كده في بعض الولايات بيوجد محاكم أصغر بيطلق عليها مصطلح inferior courts أو المحاكم الدنيا. In some states there are exist special inferior courts which are subordinated to the courts of first instance. There are police courts, traffic courts and small claims courts. Their main characteristic is their informal procedure. Review of their decision take place in the courts of first instance which try the case anew. هنلاقي إن في بعض الولايات بيوجد محاكم أصغر بيطلق عليها مصطلح inferior courts، ودي بتكون تابعة لمحاكم أول درجة زي محاكم الخاصة بالمرور والمحاكم الخاصة بالشرطة ومحاكم الطلبات الصغيرة. والمحاكم الدنيا دي بتتميز إن إجراءاتها غير مدونة، فيتبع أمامها إجراءات عرفية أو بنسميها بيتبع أمامها إجراءات غير رسمية، وبالتالي بنراجع أحكامها أمام محكمة الدرجة الأولى لأنها تابعة لمحاكم الدرجة الأولى فيما يعرف بمحاكمة جديدة بيعاد فيها فحص كامل لوقائع القضية. النوع التاني من المحاكم الولايات هي محاكم الاستئناف. في الولايات اللي فيها 3 أنواع من المحاكم بتعتبر درجة تقاضي وسط بين محاكم أول درجة والمحكمة العليا، بيتم الطعن أولا أمام محكمة الاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى. Second level of courts of the individual state is the state court of appeal in those states in which there is middle level court. Third level of courts of individual state is the supreme court of the state. It is the final appellate jurisdiction both in systems with only 2 levels of courts and those with 3. The supreme court of the state has different designation. In some state court of error, supreme judicial court, and in New York court of appeal. In some states there are 2 supreme courts, one for civil and one for commercial matters.
النوع الثالث عندنا من المحاكم في الولايات هي المحكمة العليا أو بتسمى محكمة المرجع الأخير، هي آخر درجة من درجات التقاضي في الولاية، سواء في الولايات اللي فيها 3 أنواع من المحاكم أو 2 من المحاكم، وعادة ما يكون في كل ولاية محكمة عليا واحدة تختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا إن في بعض الولايات فيها محكمتين، واحدة بتنظر الطعون في القضايا المدنية وأخرى بتنظر الطعون في القضايا الجنائية. طيب عايزين نتكلم بعد كده عن how to select judges in the individual states، إزاي بنختار القضاة في محاكم الولايات. The most states judges are elected or if appointed to a vacancy confirmed in their office by election. هنلاقي ان اختيار القضاة في محاكم الولايات هيكون بإحدى الطريقتين، الأولى يا إما الانتخاب المباشر عن طريق المواطنين داخل الولاية، والطريقة الثانية عن طريق التعيين من قبل حاكم الولاية بعد موافقة مجلس النواب الخاص بالولاية. وبكده خلصنا المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات. بعد كده هنحل الأسئلة على الشابتر ده true or false question in page 70 and 71. First question: in US there is one US district court in every state of the union. هنلاقي الإجابة هنا the answer is false in page 59 second paragraph. Question number 2: in US there is one federal appellate court in every state of the union. The answer is false in page 59 third paragraph. Second question: in US such as in France and Egypt courts enjoy special subject matter jurisdiction over special areas of law. The answer is false in page 58 second paragraph and page 59 first paragraph. Question number 4: the US Supreme Court enjoy original jurisdiction to decide all disputes in US whatever their kind. The answer is false in page 58 first paragraph. Question number 11: cases against foreign ambassadors should be filed before US District Courts of Washington. The answer is false in page 58 first paragraph. Question number 12: a trial de novo cannot a trial before appellate courts. The answer is false in page 62 first paragraph, beginning from the line number 12 to the end of the paragraph. Question number 15: U.S. District Court is one court which is located in the capital, Washington. The answer is false in page 59, second paragraph. Question number 16: certiorari is a negative decision issued by the U.S. District Court. The answer is false in page 59, last paragraph, and in page 60, first paragraph. وهنزود على الإجابة إن إحنا هنقول certiorari is a writ or order by which a higher court reviews a decision of a lower court.